بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 2، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ريفيجن على يونت 1 ليسن 1 وليسن 2. طبعا انتوا كلكم في تعليقات بعتولي سواء في الكومنت على الفيديوهات قلتوا لي يا مستر عايزين نحل بروبلمز شويه على اليونت ده، وكمان بعتولي في ابلكيشن مستر ساينس وبعتوا لي على طبعا الواتساب وطلبتوا مني ان انا احل معاكم اسئله. فطبعا انا ان شاء الله هحل معاكم اسئله دلوقتي على يونت 1، وبطمنكم ان شاء الله ان الدرس برده هينزل في اقرب وقت، الدرس الجديد، عشان تكونوا متابعين ان شاء الله، ممكن ينزل بكره او بعده بالكتير، فمش هستنى يعني الاسبوع الثاني ان شاء الله. كمان الشيت اللي قدامكم ده هتلاقوه موجود في ابلكيشن مستر ساينس بي دي اف، تقدر تطبعه بسهوله جدا، وكمان هتلاقوه موجود في الوصف ديسكريبشن بتاع الفيديو ده وفي التعليق المثبت في الفيديو، هتلاقيه بسهوله جدا تقدر تحمله وطبعا تطبعه عندك في البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل الريفيجن وهنتكلم فيها عن اول حاجه الامبورتنس لوز، ايه هي القوانين المهمه. بفكركم كمان يا اولاد ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونعمل فولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك علشان خاطر ما فيش حاجه تفوتنا، وتعرفوا دايما مواعيد نزول الحصص ومتابعه جدول الحصص الموجود في صفحه الفيسبوك. اول نوع عندنا او اول قانون موجود عندنا في المنهج قانون مهم جدا، اللي هو بيتكلم يا ولاد عن البريديك تايم. لو انت عايز تحسب البريديك تايم هتقول لي يا مستر هشوف في البروبلم التايم ان سكند واعمله ديفايدد النمبر اوف كومبليت اوسيليشن. طبعا انا هقول بسرعه لان التطبيق اهم، فيبقى البريديك تايم تعمل التايم ان سكند ديفايدد النمبر اوف كومبليت اوسيليشن. طيب لو طلبت الفريكوينسي ايه اللي بالكلام ده، يعني هيبقى النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ديفايدد تايم ان سكند. فهمنا يا ولاد؟ عشان كده في رول ثانيه تربط ما بينهم هما الاثنين، وقلت لك ساعتها هزعل منك لو انت معاك البريودك تايم ومش عارف تجيب الفريكوينسي او العكس. ليه؟ لان الفريكوينسي ايكوال 1 اوفر بريودك تايم. يعني لو طلعت البريودك تايم قول 1 على الرقم ده يبقى انت جبت الفريكوينسي. ونفس الكلام لو انت عندك الفريكوينسي وعايز تجيب البريديك تايم يبقى تقول البريديك تايم يا مستر 1 اوفر فريكوينسي. طيب لو عملت بقى كروس مالتيبليكيشن يا اولاد كده وقلت ان الفريكوينسي مالتيبلاي البريديك تايم ايكوال كام؟ ايكوال 1. طيب مستر لو احنا عايزين نجيب الويف فيلوسيتي بتاعت الحصه اللي فاتت، عادي جدا عندك قانونين. لو عندك ديستانس في البروبلم اديها لك واداك تايم يبقى الحمد لله ريحنا، وهكتب ديستانس كفرد طبعا باي ويف اوفر تايم. طيب مستر ما عنديش ديستانس وما عنديش تايم، لكن مديني فريكوينسي ومديني ويف لينث. طبعا ده رول مهم جدا، اللي هو طبعا اللو اوف ويف بروباجيشن، اللي هو القانون بتاع انتشار الموجات، ان الويف فيلوسيتي ايكوال الفريكوينسي تايم الويف لينث، يعني الفي ايكوال اف ملتبلاي لامدا. طيب الويف لينث يا مستر احسبه ازاي؟ ممكن اقسم يا اولاد اعمل التوتال ديستانس كفرد باي ويف، المسافه اللي مشيتها الويف كلها، على النمبر اوف ويفز. وطبعا دي طريقتها سهله جدا وهنطلعها مع بعض دلوقتي بسهوله. طب اليونتس اللي عندنا ايه؟ عندنا مثلا يا مستر الامبليتيود بالمتر او السنتيمتر، البريودك تايم بما انه تايم يبقى اكيد هقول سكند، الفريكوينسي هرتز، وطبعا عرفنا الفراكشن بتاعتهم ان الكيلو هرتز معناه 1000 هرتز اللي هي 10 باور 3، والميجا هرتز ايكوال 10 باور 6 هرتز، والجيجا هرتز ايكوال 10 باور 9 هرتز. وطبعا في الحصه اللي فاتت انا شرحت ازاي بحول من يونت ليونت ثانيه يا ولد. طيب لو انا بتكلم عن الويف لينث، طبعا يا مستر لينث طول، يبقى اكيد بالمتر او السنتيمتر. طيب وعرفنا ان المليمتر ايكوال 10 باور نيجاتيف 3 من المتر، يعني عشان لو حبينا نحول ولا حاجه يا ولد في البروبلم بتاعتها، وعرفنا ان الويف فيلوسيتي اليونت بتاعتها متر بير سكند، متر بير سكند. طيب دي اهم القوانين انت طبعا بتاخدها دلوقتي لما تنزل الملزمه بتاعتك، بتحفظها وتراجعها كويس عشان تعرف تحل بيها المسائل. طبعا يا اولاد دي ممكن نعمل لها سكان بالموبايل بكاميرا الموبايل عشان تقدر توصل للقناه بسهوله. طبعا الناس اللي لسه مش عارفه توصل للينك القناه، ممكن لو معاك الملزمه دي بتعمل سكان بكاميرا الموبايل يحولك على طول على القناة بتاعتنا. طيب يلا نبدأ مع بعض كده أول سؤال ونشوف هنحل إزاي. هنطلع كده يا ولاد الأسئلة المهمة، وطبعا الشيت ده متجاوب
تقدر انت تاخده وتجاوبه طبعا بعد كده. بيقول لك write a scientific term. طبعا it is the motion which is regularly repeated in equal periods of time. في حاجة كانت ملخبطاكم، في حاجة كانت ملخبطاكم، ايه يا مستر؟ بص يا ولاد، ال periodic motion، خلي بالك كده، ال periodic motion في منها انواع، يا اما تكون يا مستر oscillatory، يا اما تكون ويف، يا اما تكون سيركلر، تمام كده، يا اما تكون فايبريشن او فايبريشنال موشن. يبقى يا مستر بصفه عامه، بصفه عامه كل الانواع دي مالهم؟ يعني الاوسيلاتري موشن والويف موشن والسيركلر موشن واللي هي السيركلاتري موشن والفايبريشنال موشن، كلهم يا اولاد مالهم؟ بيكون البادي يعني موف طبعا ايه، او يعني كفر ايكوال ديستانس ان ايكوال بيريدز اوف تايم، يعني بتكون الموشن مالها ريجولارلي ريبيتد ان ايكوال بيريدز اوف تايم، كلهم كلهم الحركه بتاعتهم بتتكرر بانتظام على فترات زمنيه متساويه، لانه كلهم اسمهم ايه؟ بيريودك. بس الاوسيلاتري بقى، هنا بقى البادي بيتحرك ات ذا تو سايدز اوف اتس ريست بوزيشن، تمام؟ كل بقى واحده منهم وليها ايه طريقه في الحركه بتاعتها، بس كلهم مالهم؟ كلهم يا مستر بيحصل لهم ايه؟ كلهم ريجولار ريبيتد ان ايكوال بيريدز اوف تايم. فطبعا في ناس متلخبطه تقول لي يا مستر ما احنا ينفع نقول عليها اوسيلاتري؟ او ساعات يقول لي الاوسيلاتري موشن ريجولار ريبيتد ان ايكوال بيريدز اوف تايم، اصح؟ ما هي تعتبر بيريودك موشن. فاهمين كده؟ طيب هنا، هنا it is the motion which is regularly repeated in equal periods of time. هنا عايزها بصفة عامة، مين دي يا ولاد؟ هتقولي يا مستر دي أكيد الـ periodic motion. ليه؟ لأن هي regularly repeated in equal periods of time، بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. إيه أنواعها بقى؟ أنواعها هي يا مستر oscillatory، wave، circulatory motion اللي هي circular motion أو الـ vibrational motion. طيب تعالوا بقى نرجع للسؤال التاني. بصوا بقى كده، it is the motion of oscillating body around its rest position or rest point where the motion is repeated through equal intervals of time. طبعا يا مستر ده هنا بقى عايز يخصص لي اكتر، عايز يقول لي دي ايه اكتر. هقول لك دي طبعا كده الاوسيلاتري. ايه يا ولاد؟ الاوسيلاتري موشن. طبعا الديفينيشن المهم جدا، it is the maximum displacement done by the oscillating body away from its rest position. مين الماكسيمم ديسبيسمنت؟ هتقول لي يا مستر ده، ده الامبليتيود اوف اي اوف ويف، تمام كده. طيب تعال افكركم كده بالامبليتيود، خلي بالك معايا. يعني لو انا عندي يا ولاد السمبل بنجلم كده بالمنظر ده اهو، هو اللي بيعمل اوسيلاتري موشن، تمام كده. ذا ماكسيمم ديسبيسمنت دان باي اوسيليتنج بادي اواي فروم اتس ريست بوزيشن، يعني بعيده عن الريست بوزيشن بتاعه، اكتر حاجه بعدتها عن الريست بوزيشن بتاعك، هيبقى دي اسمها يا ولاد الامبليتيود. خلي بالك كده بقى، امبليتيود. طب يا مستر شفت قبل كده سؤال في الامتحان وجالي السؤال ده في الكومنتات ليكم على الفيديوهات، قلت له يا مستر كان جايب في الكتاب صوره كده وبيقول لي اختار الامبليتيود بتاعت السمبل بنجلم ده، هل هي 20 سنتيمتر ولا 30 سنتيمتر، ايا كان الارقام انا مش متذكر، ولا 15 سنتيمتر مثلا ولا 10. هختار مين يا مستر وانا عارف هو اقصى حاجه وصلها كام؟ لا انت ذكي بقى، خليك كده شاطر وانت عارف ان الامبليتيود هي تعتبر ايه؟ the maximum displacement done by oscillating body away from its rest position. طب يا مستر فين الماكسيمم displacement؟ اكيد هيبقى اعلى رقم، اكيد هيبقى اعلى ايه؟ اعلى رقم وصل له يعني هو اكيد بالظبط بيقول لك ايه؟ ان السامبل بنجلم دوت مشي الاربع مسافات دول، تمام؟ يعني هو في سكته طبعا مشي 10 سنتيمتر ومشي 15 ومشي 20 ومشي 30. يا ترى مين فيهم هي الامبليتيود بتاعته؟ هتختار طبعا يا اولاد اكبر رقم، لان انت عارف ان هو ايه؟ the maximum displacement done by oscillating body away from its rest position. يا رب يكون فهمنا نقطه الامبليتيود. طب تعالوا بقى نكمل كلامنا ونشوف بقيه الاسئله. عايز اخش انا على البروبلمز اسرع يا اولاد. طبعا لما اقول لك نمبر 6 مثلا، it is the number، it is the number of complete oscillation، خلي بالك كده، done by oscillating body in one second، عدد الكومبليت oscillation اللي اتعملوا في السكند الواحد.
يا مستر ده اكيد هو ايه؟ هو الفريكوانسي، هو الفريكوانسي to the number of complete oscillation done by oscillating body in one second. عدد الكومبليت اوسيليشن اللي انت بتعملهم في الثانيه الواحده هو ده الفريكوانسي بتاعك. طيب لما اقول لك مثلا نمبر 7 مهمه، the disturbance that propagates and transfer energy in the direction of طبعا of propagation. مين disturbance حصل في الميديوم يا اولاد؟ تقول لي يا مستر الديستربنس اللي حصل في الميديوم ده يبقى اكيد دي مين؟ ذا ويف. ده تعريف مين؟ الويف. فرق ما بينه وما بين يا اولاد اللي هو وما بين نمبر 8 يا اولاد اللي هي it is the motion produced as a result of the vibration of medium particles in a certain moment and definite direction. هنا دي تعتبر الديفينيشن بتاع الويف موشن. فرق كده يبقى دي ويف موشن. انا بقول لك بص حتى بادئ من كلامه ايه؟ it is the motion produced as a result of vibration or of the vibration of medium particles at a certain moment in a definite direction. يبقى دي طبعا كده ايه يا اولاد؟ ايه الويف موشن. تمام كده؟ تعالوا نشوف سؤال كمان من الاسئله اللي بتتكرر كتير. في مثلا نمبر 11 it is the highest point of the particles of medium. اعلى نقطه للميديوم particles in the transverse wave. مستر دي طبعا دي تعريف مين؟ الكريست. اما اللوست بوينت اوف بيت اوف بارتكلز اوف ميديوم ان ذا ترانسفيرز ويف طبعا مين اللوست بوينت؟ هي اكيد الترف. طيب هنعدي بقى سيره الساينتفك تيرم طبعا كلها مجابه يا اولاد. نشوف بقى البروبلمز مع بعض على طول اللي انتوا عايزينها عشان نتعلم طبعا الكومبير مثلا ما بين الميكانيكال والالكتروماجنتيك ويفز. اهي الاجابه بتاعتها هنا ادي الميكانيكال need a medium to propagate اما هنا don't need a medium. هنا طبعا الميكانيكال don't travel او don't propagate through space او vacuum. هنا propagate through space او or a vacuum. ده طبعا الكومبير بتاعتها. في كمان ما بين الترانسفيرز واللونجيتيودينال ديفينيشن والكومبوزيشن بتاعها ترانسفيرز كريست وتراف. اما هنا كومبريشن ريفاكشنز هنا زي الووتر ويفز وزي كمان اللايت. اما اللونجيتيودينال لايك ايه؟ لايك ساوند. طيب تعالوا بقى نشوف البروبلمز كده مع بعض ونتدرب عليه. نشوف كده السؤال ده. A longitudinal wave is produced as spiral spring. تمام كده؟ such طبعا such that the distance between the first and the fourth rarefaction is 18 سنتيمتر. المسافة من أول rarefaction لنمبر 4 18. Find the wave velocity تمام؟ if the frequency equal 20 هرتز. تعالوا نحلها مع بعض كده بالراحة. يلا نشوف. هو قال لك إن هي longitudinal wave يعني فيها compression كده rarefaction وادي compression تاني طبعا المفروض تكون قدها في الطول وادي rarefaction وادي compression تالت وادي rarefaction وادي وهكذا. ماشي يا ولاد؟ هو قال لك إيه بقى؟ قال لك the distance between the first and the fourth rarefaction is 18 من الأول للرابع ب 18 سنتيمتر. تروح انت عامل ايه يا ولاد؟ تقوم جاي تقول كده من الفيرست ادي الفيرست سيمستر وادي السكند وادي الثيرد وادي الفورث. المسافه من هنا لحد من الاول للرابع 18 سنتيمتر. خليك فاكر. طيب وايه كمان؟ بيقول لك بعد كده يا ولاد ومديك الفريكونسي بكام؟ 20 هرتز. طب هو طالب مني يا مستر ايه؟ فايند ذا ويف فيلوسيتي، عايز الفيلوسيتي بتاعت الويف. لسه قايل لكم من شويه في القوانين اللي احنا كتبناها ان لما يطلب مني الويف فيلوسيتي قلنا في ايكوال اف تايمز لامدا. مين اف يا مستر؟ اللي هو الفريكوانسي. مين لامدا؟ اللي هو الويف لينث. وطبعا يا ريت اللي مش عارفهم يراجع الفيديو اللي فات يا ولاد واللي قبليه. طب الفريكوانسي بكام؟ هو قال لك ب 20 هرتز. طيب الويف لينث لامدا. دي بقى مشكله يا مستر. ليه؟ لان احنا عارفين ان الويف لينث از ذا ديستنس بتوين ذا سنترز اوف تو سكسيسيف ريفاكشنز. يعني ايه؟ يعني من نص الريفاكشن ده يا ولاد لنص اللي وراه. يعني هو قال لي من الاول للرابع. هل ده ينفع؟ لا. انا يهمني من اثنين تو سكسيسيف ريفاكشنز. يعني مثلا من الاول للثاني، من الثاني للثالث، من الثالث للرابع. عايز اعرف الديستنس دي وخلاص. طيب خلي بالك. هما كام ويف لينث؟ تعالوا نشوف. من الاول للثاني ادي كده ويف لينث لامدا. ومن الثاني للثالث ويف لينث لامدا، ومن الريفاكشن الثالث للريفاكشن الرابع ويف لينث لامدا. كم ويف لينث دول في النص يا اولاد؟ ثلاثة يا مستر. وانت عندك طول البوجة كلها كام؟ 18. يبقى 18 ديفايدد 3 ويف لينث يطلع الواحد بكام؟
6 سنتيمتر. يا رب تكون فاهمين 6 سنتيمتر. طيب تطلع بقى فوق هنا وتحط 6 سنتيمتر، بس ما ينفعش بالسنتيمتر. اتفقت معاكم الحصه اللي فاتت ان الويب لينث ده لازم يكون بالمتر، فتعمله ديفايدد 100، ديفايدد 100 طبعا بالكالكوليتر لما تحسبه هيطلع فيها 1.2 متر بير سكند، 1.2 متر بير سكند. انا كده حسبت الويف فيلوسيتي. يا رب تكون فهمناها، لو في برضو حاجه ما فهمتهاش، بروبلم ما فهمتهاش، عرفني على طول. طيب نمبر 2، from the opposite figure calculate the velocity of the wave تمام if its frequency equal 25 هرتز. نفس الكلام، هو رسم لك كام ويف مستر؟ عامل لي 1، خلص كريست وترف، ادي كده ويف وكريست وترف ثانيه، يبقى كده ويف ثانيه، يبقى كده كام ويف دول؟ 2 ويفز يا مستر، موجتين. الموجتين دول عاملين كام سنتي؟ 20 يا مستر. كويس، يبقى الواحدة فيهم طولها كام؟ 10. شفت هنا بقى؟ فاكرين الرول اللي احنا قلناها في الأول يا ولاد؟ إزاي أجيب الويف لينث؟ بصوا، عشان أجيب الويف لينث هيبقى طبعا التوتال ديستانس كفرد باي ويف على النمبر أوف ويفز. طب هي هنا مشيت كام سنتي بالويف دي؟ مشينا يا مستر بيها 20 سنتي، وهم كام ويف؟ 2، يبقى الواحدة مشيت كام؟ 10 سنتيمتر. تمام كده؟ يبقى لما اجي احل في الامتحان احل دي ازاي؟ هقول له كده برضو نفس الكلام، في ايكوال اف تايمز لامدا، الفريكوينسي كام؟ هو قال لك 25 هرتز، اهو قال كده تمام 25 هرتز. طب الاثنين ويفز دول اللي هو الموجتين دول يا ولاد عاملين 20 سنتيمتر، يبقى ال1 ويف عامله كام؟ طولها 10 يا مستر. هروح رايح هنا واقول طبعا 10 سنتيمتر، واحنا اتفقنا السنتيمتر ما تنفعناش، عاملها ديفايدد 100 عشان احولها لمتر. طبعا الكلام ده بالكالكوليتر يا ولاد يطلع فيها 2.5 متر بير سكند، ادي سرعه الويف دي يا ولاد. تمام كده؟ طيب يلا نشوف اكزامبل تاني. From the opposite figure the amplitude equal، ركز بقى معايا في الايه دي، بصوا بقى كده على الرسمه، اي مستر ده بنجلم وبيتحرك اهو، والامبليتيود بتاعته اللي هي الماكسيمم ديسبيسمنت دان باي اوسيليتنج بادي اواي فروم اتس ريست بوزيشن، اكتر حاجه بعدتها عن الريست بوزيشن. طب بص، هو لازم يعني يرمي لك كده حاجه تحل بيها في السؤال في الرسمه، هو حاطط لك هنا ايه 2 سنتيمتر زي، يا رب نكون شايفين. طيب يبقى معنى كده ان فروم ذا اوبزيت فيجر ذا امبليتيود ايكوال، هتروح قايل له ايه 2 سنتيمتر اهي. تمام كده؟ And the complete oscillation equal كام سنتيمتر؟ برافو عليكم، في ناس بتسبق. تقول لي يا مستر احنا عشان نعمل complete oscillation، بصوا كده، ادي ال oscillating body بتاعي، هو ال maximum displacement away from rest position 2 سنتيمتر. تمام كده؟ طب انا عشان اعمل complete oscillation انا هعمل كام مشوار؟ A B C مثلا. هتقول لي يا مستر امشي من A ل B، برافو، ادي مشوار، ومن B ل A ادي مشوار تاني اللي بنقول عليه displacement او amplitude، وادي من A ل C ادي المشوار التالت او الامبليتيود التالته، ومن C ل A هرجعها تاني، يبقى كده كام مشوار عملتهم؟ اربع مشاوير. المشوار الواحد بكام سنتي؟ باتنين يا مستر. يبقى الكومبليت اوسيليشن كامله تاخد كام سنتي يا اولاد؟ هتقول لي يا مستر اختار ساعتها 4. برافو عليك. واحنا قايلين في اول حصه ان الكومبليت اوسيليشن هاو ميني امبليتيودز؟ 4 امبليتيودز، يعني الامبليتيود الواحده، الامبليتيود الواحده دي كوارتر كومبليت اوسيليشن، ربع كومبليت اوسيليشن. طيب خلي بالك من اللي جاي، if the periodic time of the oscillating body equal 0.1 second، البريودك تايم اللي هو ايه؟ it is the time taken to make one complete oscillation. لازم احافظ يا ولاد، البريدك تايم هو الوقت اللي انا هاخده عشان اخلص كومبليت اوسيليشن كامله. هو الراجل قال لك ايه؟ if the periodic time of the oscillating body equal 0.1 second so the number of complete oscillation in 1 minute equal، هو عايز النمبر اوف كومبليت اوسيليشن ان 1 مينيت. تمام كده؟ طيب تقول لي يا مستر انا لازم استفيد من موضوع البريودك تايم ده، هقول لك برافو عليك. هتستفيد منه ازاي؟ هتقول لي يا مستر بصوا كده يا ولاد، ادي البادي اهو، المره دي بقى مش هخليها امبليتيود، انا هخليها بريدك تايم، يعني الوقت
اللي خده عشان يمشي من A ل B، وبعد كده من B ل A، ومن A ل C، ومن C ل A، خد 0.1 second. ما هو ده البريديك تايم. ده ذا تايم تيكن تو ميك كومبليت اوسيليشن، تو ميك 1 كومبليت اوسيليشن. 0.1 second. تقدر تجيب مين من كده؟ اقدر اجيب الفريكوينسي على طول. مش انا قلت لك هزعل منك لو انت عارف البريديك تايم وما تعرفش تجيب الفريكوينسي. الفريكوينسي ايكوال 1 اوفر بريديك تايم، يعني 1 اوفر 0.1. طبعا هيطلع فيها 10 هرتز. مستر طب انا هستفيد ايه لما انا جبت الفريكوينسي؟ لا استنى، ما انت عارف ان الفريكوينسي ايكوال نمبر اوف كومبليت، راجع بقى القوانين انت خدتها في الاول، نمبر اوف كومبليت اوسيليشن ديفايدد التايم ان سكند. طيب يبقى لو عايز، هو طالب مني ايه في المساله يا ولاد؟ ما ننساش، طالب مني هو عايز كده، so the number of complete oscillation in 1 minute، في دقيقة. طيب يلا، يبقى ال number of complete oscillation هعمل cross multiplication، يبقى ال number of complete oscillation equal ال frequency اللي هو جبناه من فوق ب 10 times ال time in second. قال لك 1 minute يعني كام second؟ 60 second يا مستر، يطلع فيها 600 complete oscillation. تروح قايله كده 600 complete oscillation. يا رب يكون فهمناه. تاني يا ولاد، يبقى الفكره ان هو اداني بريودك تايم، والبريودك تايم ايكوال 1 اوفر فريكوانسي، تمام كده؟ طب جبت الفريكوانسي. على فكره ممكن واحد يقول لي مثلا ممكن اجيبها من اللوب بتاع البريودك تايم على طول، براحتك خالص، اللي هو طبعا ان هو اللي هو التايم ان سكند اوفر نمبر اوف كومبليت اوسيليشن، عادي خالص صح، برافو عليك. واحد تاني يقول لي مثلا انا بحب اجيب الفريكوانسي وبعد كده انا حافظ اللوب بتاع الفريكوانسي كويس، اللي هو النمبر اوف كومبليت اوسيليشن اوفر تايم ان سكند. تمام، اعمل كروس مالتيبليكيشن، هيطلع لك الفريكوينسي تايم التايم ان سكند، وهو مديك ان الكلام ده حصل في 1 مينيت، و1 مينيت ما تنفعناش لان هو التايم ان سكند، يبقى تحولها ل 60 سكند، 60 سكندز. تمام كده، يطلع فيها 600 كومبليت اوسيليشن. يا رب نكون فهمناها. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. From the opposite figure number A equal our number A represents البوينت ايه دي يا ولاد؟ بتمثل ايه؟ طبعا كلكم جاوبتوا دلوقتي، اكيد طبعا دي اللي هي الريست بوزيشن او الريست بوينت، اللي هي نقطه اللي هي السكون بتاعت البادي. لو البادي ساكن هيكون في المكان ده. طيب اي بي سبيس ريبريزنتس المسافه اي بي دي سبيس، اسمها ايه؟ مستر امبليتيود، برافو عليك. طب ذا باث اي بي المسار اي بي، بعد كده بي سي، بص انا ماشي زي بالماوس بي سي، وبعد كده سي اي، انتوا جاوبتوا خلاص. المسار اي بي، وبعد كده من بي لسي كلها، وبعد كده من سي لاي، ده يعتبر ايه يا اولاد؟ برافو عليكم، كومبليت اوسيليشن، كومبليت اوسيليشن اللي هي الاهتزازه الكامله. طب ان ويتش بوينت ذا فيلوسيتي اوف ذا بنجلم ريتشز تو ماكسيمم فاليو، فين النقطه اللي بتكون السرعه اقصى ما يمكن؟ تعالوا لي بقى هنا، تعالوا لي، تعالوا بص يا اولاد معايا، ادي الاوسيليتنج بادي بتاعي سمبل بنجلم اهو، تتنطق بالجي يا ولاد، بيتحرك A B C. ركز بقى معايا قوي، البادي ده يا ولاد وهو when it passes through its rest position، وهو بيعدي على الريست بوزيشن بتاعه، بتكون ساعتها الكينيتيك انرجي ماكسيمم. وانا قلتها لكم في اول حصه، قلت لك لو انت راكب المرجيحه كده وبتتمرجح كده وانت نازل ومعدي على الريست بوينت بتاعتك في الحته دي بالظبط، تحس ان انت قلبك بيقع كده وبتتخطف كده، تقول لي يا مستر اه فعلا انا بخاف قوي في الحته دي. ليه يا اولاد؟ لان الكينيتيك انرجي بتاعتك الفيلوسيتي، يعني الكينيتيك انرجي اللي هي الما هاف ماس تايم فيلوسيتي باور 2، ده الرول بتاعتها يا اولاد ثابته، تعرف ان شاء الله في اولى ثانوي ازاي جت اساسا، تمام؟ بس دي رول ثابته ان هاف ماس تايم فيلوسيتي باور 2. فطبعا وانت معدي على الريست بوزيشن بتاعتك دي، بتكون الكينيتيك انرجي بتاعتك اللي هي طاقه الحركه بتاعتك اكبر ما يمكن. ليه؟ لان السرعه بتاعتك ساعتها بتكون ماكسيمم في المكان ده. طب مستر انا طالع دلوقتي البي، سرعتك تقل تقل تقل، طب ليه تقل يا مستر؟ ايوه طبعا، ما هي لو بتزيد انت زمانك اتشقلبت، كان زمان البطيء ده اتشقلب.
لكن اكيد سرعته يحصل لها ايه؟ تقل تقل لحد ما تبقى الكينيتيك انرجي ايكوال زيرو. ليه؟ لان سرعته بقت زيرو في المكان ده يا ولاد عند بي وسي. طيب لكن بتكون حاجه اسمها البوتنشال انرجي بتكون ماكسيمم، مخزن طاقه هنا. يلا اقع تاني بقى، وهو بيقع الفيلوسيتي بتزيد 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 لحد ما تيجي هنا وتبقى ماكسيمم، تمام كده؟ وهكذا. اطلع بقى الناحيه دي، الفيلوسيتي تقل تقل تقل، طبعا سرعته هتقل ولا هيتقلب ويلف، فسرعته هتقل، فتبقى الكينيتيك انرجي برضه هنا يا مستر بزيرو مينيمم، لكن البوتنشال انرجي بتكون ايه؟ ماكسيمم. يبقى لو هيجي لك في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ The maximum kinetic energy for this body or from the figure, the maximum kinetic energy at point، أكتر طاقة حركة وأكتر سرعة عند البوينت مين؟ هتقول له ايه؟ تمام كده؟ طب the maximum potential energy، أكبر potential energy يا ولاد عند مين؟ بي وسي. لأن ساعتها بتكون الكينيتيك انرجي بكام في بي وسي؟ بزيرو. يبقى وأنت بعيد يعني when the body away from its rest position، the kinetic energy أو the kinetic energy equal zero while potential equal maximum، تكون أكبر حاجة. طب العكس when the body passes through its rest point، لما البادي يعدي على rest point وهو نازل كده، بتكون ساعتها إيه؟ الكينيتيك انرجي maximum، لكن البوتنشال يا ولاد هنا بقى اللي بتكون إيه ساعتها؟ زيرو. تمام؟ أقصى سرعة ليه عند الريست بوينت. طب تعال نشوف السؤال بتاعنا. نرجع للسؤال. In which point the velocity of the pendulum reaches to its maximum value؟ فين النقطة اللي بتكون السرعة بتاعت البادي ده عند الماكسيمم؟ قلبك بيتخطف فيها كده وأنت معدي عليها. طبعًا يا مستر A. هتروح قايل له هنا بوينت مين يا ولاد؟ A. طيب تعالوا نشوف الجرافس المهمة. أنا كده رجعت على موضوع الكينيتيك إنرجي والبوتنشال، رجعت على الرسمة بتاعت طبعًا الأمبليتيود والبريدكت تايم والفريكونسي والكلام ده كله. ناقص بس بروبلم واحدة أديها لكم، واللي هي طبعًا لما كل الحالات بتاعتنا، عشان طبعًا يبقى كده اليونت دي إن شاء الله جاهزة وكاملة، ما تبقاش صعبة عليك. مثلًا لما أقول لك what is the relation between frequency والتايم، تمام، اللي هو البريديك تايم، طبعا المفروض تي كابيتال يا ولد. الفريكونسي والبريديك تايم تي كابيتال. تقول لي يا مستر انت قلت لنا الحصه اللي فاتت الرول ده يعمل لك الدنيا كلها. بص في ايكوال اف تايمز لامدا. وات از ريليشن بتوين الاول الفيلوسيتي والفريكونسي؟ تقول لي يا مستر احنا اتفقنا لو في حاجتين منهم ايكوال كلهم نمونيتور فوق يعني كلهم تحتيهم 1 يبقى دايركت، يعني الفي مع الاف دايركت. طب الفي مع اللامدا نفس الكلام يا مستر، الفي مع اللامدا دايركتلي. طب الفي والاف، سوري الاف واللامدا اللي هو الفريكوانسي والويف لينث لامدا متخاصمين، شايفين بينهم حرف اكس اهو، يبقى دي انفرس. طب الريليشن ما بين الفريكوانسي والبريديك تايم اللي كانت علينا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، ان هما مالهم يا مستر؟ اه ده بينهم ايكوال، واحد فوق اهو والتاني تحت ديمونيتور، يبقى الريليشن ما بينهم ايه؟ انفرس، العكسيه خصمين. يبقى وات از ما هو مقلوب بعض، مش هو الفريكوينسي ايكوال 1 اوفر بريديك تايم والبريديك تايم ايكوال 1 اوفر فريكوينسي؟ بص كريم بقى واحد يطلع الثاني ينزل، يبقى ايه؟ خلي بالك كده، يبقى وات از ذا ريليشن بتوين فريكوينسي اند بريديك تايم؟ تقول له ايه؟ انفرسلي ريليشن او انفرس. طب الفريكوينسي والويف لينث اللي هم الاف واللامدا قلنا متخاصمين، يبقى انفرس. طيب الفيلوسيتي والفريكوينسي دايركتلي، طب الفيلوسيتي والويف لينث بتكون دايركتلي. ده يا ولاد المودل انسر بتاع اليونت، نذاكره طبعا في اليونت دي كلها ديفينيشنز، يا ريت نحفظها كويس. دي البروبلمز اللي احنا حليناها، برضه يا ريت نحفظها كويس يا ولاد، ان شاء الله ما تبقاش في حاجه صعبه عليكم. في بس هديكوا اكزامبل، خلي بالك يا ولاد صحيح، لو ادالك مثلا وات از مينت باي وقال لك the time taken by spring to make 60 complete oscillation in 1 minute، دي اعملها كانها problem. بصوا the time taken by spring to make 60 complete oscillation in 1 minute، دي تقدر تجيب منها ايه؟ اقدر اجيب منها الفريكوانسي، لان هو قال لي بيعمل 60 complete oscillation في قد ايه؟ في minute، يبقى اقدر احسب منها ايه؟ الفريكوانسي. Frequency equal number of complete oscillation اللي هو قال لك 60 in 1 minute اللي هو 61.
يطلع فيها ايه يا ولاد 1 هرتز؟ هتروح قايل له ايه؟ هتقول له كده it means that the frequency of this body او of this spring equal 1 هرتز. انا فهمت من كده، هجيب لكم الاجابه بتاعتها. What is meant by، تمام كده؟ ممكن واحد تاني يحسبها على انها periodic time، صح؟ ما هو البريديك تايم هيقسم برضه 60 اوفر 6 يطلع 1 سكند. واحد تاني يقول يا مستر ممكن اقول ان ذا فريكونسي ايكوال 1 هرتز، صح؟ لان انت هنا قسمت النمبر اوف كومبليت اوسيليشن اوفر تايم، هناك قسمت التايم اوفر النمبر اوف كومبليت اوسيليشن، يعني 60 اوفر 6. فممكن تقول ان ذا بريديك تايم ايكوال 1 سكند، او ممكن تقول ذا فريكونسي ايكوال 1 هرتز، تمام كده؟ طيب السؤال التاني، في وات از بنت باي the frequency of the sample pendulum is 50 hertz. عادي خالص، اقول الديفينيشن بتاع الفريكوينسي. It means that the number of complete oscillation done by the sample pendulum equal 50 complete oscillation. تاني، it means that the number of complete oscillation done by the sample pendulum in 1 second equal 50 complete oscillation. انا بدأت كلامي بكلمة ايه؟ complete oscillation. بصوا كده. ان the number of complete oscillation made by pendulum in 1 second is 50 complete oscillation. عشان انا بدأت كلامي بcomplete oscillation. هقول له انا فهمت ان عدد الcomplete oscillation اللي بيتعملوا في الثانية 50 complete oscillation. وهكذا. تمام كده؟ دي اسئلة اللي هي what is meant by. طبعا حاول تحل الشيت لوحدك في الأول، وبعد كده شوف المودرن انسر. يا رب تكونوا فهمتوا أفكار البروبلمز اللي بتيجي. نايس، بس أديكوا البروبلم دي. اللي هي مثلا زي ما قلت لكم قبل كده يا ولاد، هيديك مثلا ترانسفيرز ويف كده، تمام، ويديك هنا الامبليتيود، وممكن ما يكتبهاش ليك، ويديك هنا التايم، واقول لك ان الديستانس ديت 10 سنتيمتر، واقول لك ان التوتال تايم ده كله مثلا 3 سكندز، 3 ثواني. واقول لك فايند من الفيجر ده، فايند نمبر 1 ويف لينث، نمبر 2 امبليتيود، نمبر 3 بيريوديك تايم، نمبر 4 فريكوانسي، نمبر 6 الفيلوسيتي اوف ويف، طبعا اللي هي الويف فيلوسيتي يعني. طيب يلا مع بعض نشوف حاجه حاجه. بص طلبت كام حاجه. نبدأ أول حاجة بـ الويفلينث. الويفلينث إيه هو يا مستر؟ It is the distance between two successive crests. يعني من الكريست دي للسكسيسيف ليها على طول، اللي وراها على طول. يعني هو الشوية دول اسمهم ويفلينث لامدا. بس يا مستر هو مديني من الأولى للتالتة، ما ادانيش من الأولى للتانية. لو اداني من الفيرست للسكند كنت استريحت. ده اداني من الفيرست للثيرد. طيب ماشي براحتك. ومن السكند للثيرد هنا في إيه؟ في ويفلينث تاني. طيب الاثنين ويف لينث دول يا اولاد بكام سنتيمتر؟ ب 10. يبقى اقول 10 ديفايدد 2 ويف لينث، يبقى الواحد فيهم بكام؟ 5 سنتيمتر. يبقى ده ب 5 وده ب 5. طب الامبليتيود، هو طبعا هنا لازم يديك ارقام، يعني مثلا ممكن يقول لك 1 2 وهنا يكتب لك متر، 1 و2 ويكتب لك مثلا متر. فساعتها لما يطلب منك الامبليتيود لازم تبص على الماكسيمم ديسبيسمنت دان باي ذا ويف away from rest position. فين اكتر حاجه بعدتها عن المكان ده، عن الريست بوينت ده او الريست بوزيشن؟ هتقول لي يا مستر الكريست دي. طب الكريست دي عندي كام يا اولاد؟ متر. 2 meters. طب البريديك تايم، it is a time taken to make one complete wave. طب الويف الواحده ادي ويف، وادي كده تاني ويف، وادي الويف الثالثه، خدوا كام سكند؟ 3. يبقى الويف الواحده خدت ايه؟ هتقول لي يا مستر البريديك تايم التايم ان سكند اوفر النمبر اوف كومبليت ويفز. راجع الرولز يا ولاد، طبعا لازم تكتبها في الامتحان. التايم ان سكند كام ثانيه؟ قال لك في الاخر خالص 3 ثواني. وهما كام كومبليت ويف؟ ادي 1 خلص كريست وترف، ادي 1 كريست وترف، ادي 2 كريست وترف، ادي 3 يطلع فيها 1 سكند. يبقى الفريكوانسي، احنا اتفقنا بقى ازعل منك قوي، لو عندك بريديك تايم يبقى انت جبت فريكوانسي. الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر بريديك تايم، يعني 1 اوفر 1 اوفر 1 يطلع فيها 1 هرتز برضه. طب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي يا مستر الفيلوسيتي ايكوال اف تايمز لامدا. الفريكوانسي جبناه بكام لسه حالا؟ ب 1.
واللامدا جبناها فوق بكام؟ اللي هي الويف لينث 5 سنتيمتر، واتفقنا ان 5 سنتيمتر دي ما تنفعناش، لازم احولها للمتر. لو بالمتر مديها لي بقى كتر خيره، لكن هو مديها لي اصلا هنا في ايه يا ولاد؟ بالسنتي. يبقى طبعا هيطلع فيها 0.05 متر بير سكند، وكده طبعا انا جبت الويف ايه؟ الويف فيلوسيتي. يا رب نكون فهمنا الكلام ده يا ولاد. كده خلصنا يونت 1. ان شاء الله انا هبدا ليسون 1 في يونت 2 على طول، مش هتاخر فيه، هتلاقوه نازل ان شاء الله في القناه في اقرب وقت. الشيت ده زي ما اتفقنا هتلاقوه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هتلاقوه موجود كمان في ابلكيشن مستر ساينس، تقدر تحمل الابلكيشن وتنزل الشيت بتاعك. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه وفولو لصفحه الفيسبوك، ونحمل الابلكيشن زي اي برنامج عادي، ونعمل لايك للفيديو وشير ليه. وبالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.